مقاديرنا للبطاطس الحارة هيكون عبارة عن ايه؟ 4 بطاطسات كبار، تمام؟ هنقطعهم مكعبات ونحمرهم عادي جدا. طبعا هنديها رشة ملح بس قبل التحمير ونحمرها. هنحتاج بقى 2 فلفل أحمر مفروم حامي، طبعا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، نص كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، هنحتاج كمان نص كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من دبس الرمان، كمون، شطة، بابريكا، ملح وفلفل اسود. تمام، يلا بينا بقى نشتغل فيها. ووك كبير هحطه على النار، ده عشان نعمل فيه البطاطس. احنا ممكن نعمل حركة تانية ان احنا ننقل الحلة دي هنا، لو مش هتضايقنا نحطها هنا، نحط الووك ده يسخن، ده اللي هعمل فيه البطاطس الحرة. هناخد ايه؟ هناخد التوم، وناخد الفلفل، وناخد كمان عصير الليمون، ونحط شوية زيت كويسين كده في الووك علشان نبدأ نشتغل ونعمل السلطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبهم بقى يسخنوا كويس قوي عشان نعمل ايه؟ الخلطة الجميلة اللي هنحط فيها البطاطس اللي احنا مقطعينها مكعبات ومحمرينها. هنزل الثوم في الزيت وابتدي اديله تشويحه، يا دوبك بس لونه ياخد كده معانا لون ذهبي فاتح خالص، مش عايزين نغمق اللون عشان الثوم ما يمررش معانا. وزي ما قلنا مجهزين جنبنا الفلفل الرومي الحامي، هي اسمها بطاطس حاره يبقى لازم تتعمل حاره، اما لو انت ما بتحبيش بقى الحاجه الحاميه قوي فممكن نحط حته صغيره خالص من الفلفل الحامي والباقي يبقى فلفل رومي احمر. تمام كده الثوم بدا اهو يدخل معانا في اللون الذهبي. هايل، خلاص احنا عايزين اللون يبقى ذهبي، ما يبقاش اغمق من كده علشان زي ما قلنا التوم ما يمررش معانا، وما ينفعش نشتغل بيه وهو ني علشان برضو طعمه هيبقى مختلف. خلاص كده اللون ده حلو قوي، ايه رايكم؟ يلا بينا ننزل بقى بالفلفل ونقلب، ندي الفلفل كده تقلبتين على النار يطلع ريحته كده مع التوم ويخلينا نعطس. وبعدين نكون مجهزين مع بعض الليمون. لا لسه شويه كده خلاص التوم والفلفل اتشوحوا كويس جدا مع بعض، لونهم حلو قوي قوي. هنزل بقى بعصير الليمون، يا سلام على الريحه. عندنا بقى الشطه والبابريكا والكمون، خدهم بقى كده واظبط الدنيا، حط رشة من البابريكا عشان تدينا لون حلو للبطاطس، الكمون ورشة شطة صغيرة، حاطين فلفل حامي فكفاية، حلو جدا. فاضل معايا الكزبرة ودبس الرمان، حط بقى دبس الرمان بيديلها طعم حلو جدا جدا. ونص كمية الكزبرة الخضراء، واسيب الباقي احطه على الوش فريش كده. الله الله بجد الريحة هايلة، صدقوني هتجربوها تعجبكم جدا. تعالوا بينا بقى ننزل مكعبات البطاطس اللي احنا محمرينها عادي جدا فيهاش اي حاجة، وقلبها كويس في الخلطة بتاعتنا. شايفين اللون والريحة؟ بجد تحفة، والطعم صدقوني مش هتندموا لما تعملوها جنب اي اكلة، مش هتقولك لا. اسلمي يا روح، اسلمي لي يا ياسمينة. كده خلاص سلطة البطاطس الحارة اتعملت والدنيا تمام التمام. احنا مش هنسويها، هي مستوية ومتحمرة وزي الفل، نجيب طبق نقدمها فيه حالا. انا يكرمك يا رب. طيب
البطاطس الجميلة بتاعتنا بريحتها ولونها الجميل. يلا بينا هننزل. رهيبة ما شاء الله. عندنا ايه؟ عندنا الكزبرة، هبتدي احطها اوزعها عليها. ضروري جدا تكون البطاطس متحمرة بملحها علشان ما نحتاجش ان احنا نحط لها حاجة، لو حابين ندي رشة بسيطة على الوش وخلاص. تمام، بس كده احنا كده زي الفل، طبقنا جهز في ثواني كان خلصان.